بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. ابتعث الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ابتعثه ليزكي النفوس والمسالك بالقدوة الحية، هذه القدوة التي أمر الله تعالى المسلمين باتباعها. وإن ربنا سبحانه وتعالى امتن بنعمة عظمى على الناس جميعا بابتعاثه صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. الله تعالى يقول في الآية الكريمة: ويعلمهم، أي النبي الكريم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يعلمهم النبي الكريم الكتاب وهو القرآن الكريم، ويعلمهم النبي الكريم مع القرآن الكريم الحكمة، الحكمة اللي هي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا اهتم المسلمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام جيل بعد جيل، لأنهم فهموا أنه لا فهم للقرآن الكريم بدون السنة النبوية المطهرة، شارحة لما في القرآن الكريم، مبينة لما أجمل في القرآن الكريم، موضحة لكثير من الأحكام، هي التفصيل والبيان من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لابد من الحفاظ عليها. وده اللي فهمه الصحابة، ومن بعدهم التابعين، ومن بعدهم تابع التابعين، وجميع أهل العلم في كل زمان ومكان. وإحنا في الحلقات دي بنحاول نبرز بعض من جهد علماء المسلمين، مش كل طبعا جهد علماء المسلمين في خدمة الحديث النبوي الشريف، إحنا عايشين مع بعض من جهد علماء المسلمين الكبار والعظام في خدمتهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما زلنا في صحبة هذا الرجل المبارك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. مكث الإمام وظل الإمام أحمد بن حنبل على أنه يجمع أحاديث الكتاب بتاعه، أحاديث المسند، ظل طول حياته على هذا، يسافر ويروح ويجي عشان يجمع أكبر قدر من أحاديث المسند بتاع الإمام أحمد. وكان حلمه زي ما قلنا قبل كده أنه يعمل مرجع للمسلمين في الحديث النبوي الشريف، وهو نفسه الإمام أحمد صرح بكده، صرح بهدفه من تصنيف كتاب المسند في الحديث الشريف. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عملت هذا الكتاب إماما، يعني مرجع للمسلمين، عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى هذا المرجع اللي قام وبتصنيفه الإمام أحمد بن حنبل. يعني كان هدف الإمام أحمد بن حنبل من وراء هذا الجمع العظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مسنده ده مرجع في الحديث للمسلمين. انتقى الإمام أحمد بن حنبل أحاديث المسند من 750 ألف حديث، ما هو قعد عمره كله يعني مركز في هذا الهدف، قعد ينتقي أحاديث المسند من 750 ألف حديث نبوي شريف، رويت من أكثر من 700 صحابي. وكان الإمام أحمد بشهادة رضي الله عنه، بشهادة علماء زمانه
ومن أتى بعده كذلك وأقرانه اللي كانوا موجودين، أنه كان يوصف بأنه أمين دقيق جدا في مسنده، وكان من ضمن التلامذة بتوع اللي بيقرأوا على إيديه واللي كان بيعلمهم كان ابنه عبد الله، لأنه كان من تلامذة الإمام أحمد في الحديث الشريف. وعبد الله ابن الإمام أحمد هو اللي تولى الإشراف على الإخراج النهائي للمسند وفق ما أراد الإمام أحمد بن حنبل، وأضاف عليه بعض ما سمع من أحاديث أخرى صحيحة، ونص يعني عبد الله ابن أحمد بن حنبل ابن الإمام أحمد نص على كده، على إنه أضافها إلى المسند بعد وفاة أبيه رحمهما الله تعالى. طيب المسند بتاع الإمام أحمد ده شكله إيه الكتاب ده؟ يعني إيه المعالم العامة بتاعة المسند عشان نبقى عارفين، لأن ده مرجع مش عادي في من المراجع الإسلامية الكبرى في الحديث النبوي الشريف، وفي مرحلة وفي زمن كان مبكر جدا في التاريخ الإسلامي. معالم منهج الإمام أحمد في طريقة وأسلوب التأليف والتصنيف اللي اتبعها في مسنده، إنه ألف المسند وجعلوا مرتب على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، زي ما هي دي طريقة المسانيد اللي كانت معروفة في زمانهم. وعلى فكرة الإمام أحمد مش هو اللي وحده عمل أسانيد مسند، لكن كانت هناك مسانيد أخرى، لكن مسند الإمام أحمد هو الذي لاقى ذيوعا وانتشارا، وكان حجة بين يد العلماء في الحديث النبوي الشريف. وفي نفس الوقت دي كانت الطريقة اللي ابتكرها المسلمين في يعني التصنيف في مجال الحديث النبوي الشريف. فكان منهج الإمام أحمد في ترتيب أحاديث المسند على مسانيد الصحابة الكرام، كان منهج الإمام أحمد في ترتيب أحاديث المسند على مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمسند ده اللي هو الكتاب اللي جمع فيه مؤلفه مرويات كل صحابي على حدة، فكان مثلا يجمع مرويات أو أحاديث سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تبويب خاص به، يعني مستقل بيحمل اسم سيدنا أبي بكر، فيبقى ده مسند أبي بكر، الأحاديث اللي رواها سيدنا أبي بكر عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبرده وأحاديث غيره من الصحابة، احنا بندي نموذج ومثال، فيجمع كل الأحاديث اللي قالها الصحابي في الباب الخاص بتاعه. يعني أما تيجي مثلا تفتح كتاب المسند الإمام أحمد بن حنبل تجد إن المسانيد الرئيسية أو الرئيسة اللي كانت موجودة في مسند، يقول لك مسند العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرين بالجنة دول مين؟ وإيه الأحاديث اللي قاموا بروايتها؟ مسند عنده مسند كمان أهل البيت، عنده في داخل مسند كتاب الإمام أحمد بن حنبل برضو تجد مسند عبد الله بن مسعود، تجد مسند عبد الله بن عمر، الأحاديث اللي رواها مسند، لأنها جاية من السند، إن أنت يعني بيعود نسبة الحديث إلى الراوي اللي رواه عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنت بتعزو الحديث إلى قائله، فده مسند عبد الله بن عمر الأحاديث اللي رواه، مسند عبد الله بن عمرو ابن العاص الأحاديث اللي رواها تحت مسنده في كتاب المسند، كل الأحاديث اللي رواها، مسند العباس رضي الله عنه وأبنائه الكرام رضي الله عنهم، مسند عبد الله بن عباس ومسند أبي هريرة، مسند أنس بن مالك خادم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل الأحاديث اللي رواها سيدنا أنس بن مالك في تحت المسند بتاعه في داخل مسند الإمام أحمد، مجهود جهد كبير قام به الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري، مسند جابر بن عبد الله الأنصاري، في كمان داخل مسند الإمام أحمد مسند المكيين، مسند المدنيين، مسند الكوفيين، الرواة اللي رووا الحديث من أهل المدينة ومن أهل الكوفة ومن البصريين ومن الشاميين، في مسند الشاميين، مسند الأنصار، مسند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع مسند النساء، الراويات من النساء كل واحدة
الروايات يا مسند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، تحت مسندها جميع الأحاديث أو ما انتخبه هو في الكتاب وانتقى من أحاديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وتحت المسند بتاعها. والحقيقة أنه بلغ عدد الصحابة اللي ليهم مسانيد في مسند الإمام أحمد بن حنبل حوالي 904 صحابي رجالا ونساء. فكم كبير، لأنه كان مشروع عمر الإمام أحمد بن حنبل أنه يظل كل هذا الزمان يسافر ويروح ويجي ويجمع الأحاديث ويحط كمان منهج، عشان المنهج ده يضبط بيه ايه الحديث اللي ياخده ايه الحديث اللي ما ياخدوش. يعني المسألة ما كانتش كده اني بروح ألم الحديث واحطه، لا، ده كان في جهد ابتدأه الصحابة منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام لاستيثاق من انه هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام، او هذا الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، او هذا التقرير اقره النبي عليه الصلاة والسلام. المنهج ده خلفه اللي علمه لهم سيدنا، علم الصحابة الكرام هذا المنهج الدقيق في تلقي الحديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء بعد جيل الصحابة التابعين مشوا على نفس المنهج، وتابع التابعين مشوا على نفس المنهج، وهكذا. وبالتالي لما تيجي تشوف وتقرأ إنه مثلا الإمام أحمد بن حنبل ليه شروط في أسانيد المسلم، فتيجي تشوف مثلا الشروط دي هو مش جايبها كده، ده اتعلموها وعرفوها. وهتجد ان الجيل اللي معاه كان ناس اهل علم واهل حديث، اللي كان بيسافر لهم شرقا وغربا عشان يتلقى الحديث بعد ما عمل كل جهده في انه ياخذ ويتلقى الحديث عن علماء زمانه اللي كانوا في بلده في العراق. وكان مثلا من الشروط اللي وضعها الإمام أحمد إنه لا يأخذ الحديث اللي اتفق أهل الرواية والحكم، أهل الرواية أهل الحديث اللي بيروي الحديث المتخصصين في رواية الحديث، لما يجي أهل الرواية والحكم على الأحاديث يقول الحديث ده يتركوه، لو اتفقوا أو اتفق نقاد الحديث في زمانه على ترك حديث بعينه لم يأخذه الإمام أحمد في مسنده. يعني الإمام أحمد في مسنده لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل زمانه أو أهل المصر الذي فيه البلد اللي فيه على ترك هذا الحديث. وهو ده اللي بيسمى بمراعاة الجماعة العلمية من أهل العلم والاختصاص في فن الحديث الشريف وعلومه. وده يأكد والحركة العلمية دي اللي احنا بنحاول نقرب منها ونشوف جهد العلماء الأجلاء في خدمة الحديث النبوي الشريف، عشان نقول إنه لا، ده كان في مدارس علمية، لأنه كان في ادعاء إنه ما كانش هناك مدارس بتدرس الحديث ولا مدارس علمية ولا كان في متخصصين، كأن يعني المسند ده جاي كده وما كانش فيه جهد قبل كده يسبقه. لا، الجهد بدأ من زمن النبوة الشريف في الحفاظ على السنة النبوية المطهرة وفي التثبت حين تلقي السنة النبوية المطهرة. وكل جيل بيحصل فيه عملية تطور في علم الحديث الشريف وفي العلوم التي تخدم السنة النبوية المطهرة. فشوف الإمام أحمد لو وجد أهل الحديث في زمانه وأهل التحقيق ونقاد الحديث يقولوا الحديث ده يترك، يسيبه، يشترك معهم في هذا العمل العلمي الجماعي. يبقى كانت هناك مدارس للحديث، وكان هناك علماء للحديث، وكان هناك علم كبير اسمه السنة النبوية المطهرة. الشرط الثاني اللي كان حطه في قبول الحديث خاص بالرواة اللي بيروي الحديث، اشترط الإمام أحمد ألا يكون رواة الحديث أو أحد منهم معروف إنه بيكذب. ده سبب عنده كافي للتيقن من ضعف الحديث. الشرط ده طبعا خاص بعدالة الراوي وأمانة الراوي في رواية الحديث. أما يجي حديث يقول لك ده فلان ده اشتهر عنه الكذب، وإحنا قلنا لحضراتكم قبل كده من الأمور البديعة
اللي المسلمين علماء المسلمين وفقوا إليها علم الرجال، إن هم كل الرواة اللي كانوا بيرموا الحديث الشريف بيتعمل عنهم سيرة ذاتية، بحث جنائي كده أشبه أو بحث أمني، يتقال إن الناس دي عمل جريمة في حياته، قتل، سرق، فبيتكتب عنه الراجل ده في سيره وسلوكه، كان بيكذب عرف عنه الكذب، عرف عنه الغش، كل ده بيتكتب عن شوفوا دقة المسلمين واهتمام المسلمين بعلم الحديث الشريف، يعني حتى كل روي معمول عنه سيرة ذاتية بتغطيه من كل النواحي. فلو ثبت إنه في سلسلة الرواية فلان عن فلان عن فلان، واحد في السلسلة دي أو أكثر إنه متهم بالكذب، وكانوا بيبعتوا يسألوا، يعني كان شيء دقيق جدا من علماء المسلمين إنه ثبت إنه بيكذب، وده كان برضو من الشروط اللي حطيتها الإمام أحمد بن حنبل مع من سبقه من أهل العلم، لأنه ده برضو كان موجود في زمن النبوة الشريف، كان الصحابة بيستوثقوا في إنه دي سنة، إنه ده شيء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان قاله النبي أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره صلى الله عليه وسلم. المنهج ده بيتطور، وبالتالي علم الحديث الشريف بقى يتطور بالزمن، وبتكتل إلى أنه بعد كده بقت في نظريات علمية وفي مناهج علمية في علوم الحديث الشريف قدر الطاقة. أنا بس بحاول أقرب السادة المشاهدين ونقرب سوا كلنا من هؤلاء الكرام والخدمة الكبيرة دي والتوفيق العظيم، لأن في رعاية ربانية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيد الله تعالى أهل العلم الحفاظ الثقات أصحاب الأمانة لصيانة حديث ورعاية وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يقبل الحديث السلسلة يكون فيها راوي أو ورد عنه أنه كذا، أنه بيكذب، أنه كبقية الشروط اللي وضعها بعد ذلك، واكتمل هذا الأمر في علوم الحديث اللي هو بيبقى بقى شروط العدالة وشروط الضبط وغيرها من الشروط اللي على أساسها بيتم نقد الحديث الشريف. وهكذا وكما رأينا منهج هذا، يعني نموذج بسيط بنشوف منهج علمائنا الأجلاء وعلى رأسهم الإمام الأجل الإمام أحمد بن حنبل في التعامل، دقة التعامل مع أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان له منهج غاية في المتانة والرصانة. وهذه المناهج حتى اللي اجتهد أصحابها في إن هم يصلوا إلى يعني عمل متقن قدر على قدر طاقتهم البشرية، جه بعد كده أجيال في متخصصة في الحديث وعلومه اشتغلت على كتب العلماء اللي كانت في هذا الزمان المبكر، واللي اشتغل بتحقيق الكتب ومراجعتها والعمل عليها، لكنه جهد بشري يعني طيب من هذا العالم الجليل ومن غيرهم، جزاهم الله عنا وعن دينه خير الجزاء. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. نذكر سريعا بصفحتنا، صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، وبننبه أنه في صفحات كثيرة جدا مزيفة، أرجو شدة الحذر منها. معانا ست أم عبد الرحمن. ايوه، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا ست أم عبد الرحمن. ربنا يبارك لك يا رب. اللهم ربنا يبارك لك يا دكتوره. امين يا رب. اذا كان خير بقول لحضرتك، لما باجي اتوضى دعاء بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، بس كل ما بغسل حاجه يعني اتمضمض استنشق وكده، بس في السر طبعا. ولو سمحتي، هو قصر الديون ده بلاء؟ كسرة الديون؟ ده بلاء. تمام. معلش، وأذكار الصباح ممكن أقولها بعد الشمس ما بتطلع؟ حاضر. ساعات أصلي الصبح وأقولها، ما بقدرش أصحى ساعة الفجر. تمام. شكرا. معانا أستاذة ولاء. ألو. أيوة يا فندم. زي حضرتك؟ الحمد لله يا أستاذة ولاء. أنا كنت عايزة أشكر حضرتك جدا على إن أنا اتصلت بيكي الشهر 5 اللي فات، مش اللي فات، اللي قبله، عشان حضرتك تدعي لي إن ربنا يكرمني بالذرية الصالحة. يا رب. والحمد لله ربنا كرمني بعدها بشهر، اللي هو في شهر 6، كان قبل وقف، قبل يوم وقفة عرفة بيوم. ما شاء الله ما شاء الله. فأنا كنت عايزة أشكر حضرتك جدا، وتدعي لبنتي إن ربنا يبارك لي فيها. حاضر. والكل مشتاق يا رب. يا رب يطعم جميع من له رغبة يا رب. يا رب. شكرا لك يا أستاذة ولاء، شكرا لحضرتك. في سؤال أو حاجة؟ طيب أستاذ محمود. أستاذ محمود. أيوة أستاذ. أنا اتفضل يا فندم، مع سيادتك. إزاي حضرتك؟ عاملة إيه يا رب؟ الحمد كنت لله كنت. الحمد لله يا فندم. حضرتك، أنا كان حصل بيني وبين زوجتي جماعة، تمام؟ ده كان بعد اليوم الرابع من الدورة، بعد انتهاءها. فأثناء الجماعة، بعد الجماعة مباشرة، لقينا نقط احنا عايزين نعرف ان في علينا ذنب او ايه. طيب، يعني حضرتك جئت الزوجة وانت عارف انه في ده، ولا كان ارتفع الدم؟ لا، كان ارتفع الدم. وبعد كده، هل ده هي عارفة عدد الأيام بتاعتها؟ لكن هي يعني تسرعت في الامر؟ لا، هو كان المعتاد ان هو كان 4 ايام على طول. فبعد ال4 ايام تم هذا اللقاء، فحضرتك وجدت بعده وجود القطرات دي، فانت بتقول هل علينا ذنب ام لا؟ حاضر. شكرا حضرتك. شكرا يا فندم. استاذه امة الله. السلام عليكم دكتورة نادية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الست أمة الله، أنا أسألك حضرتك سؤال. أنا عندي عيل جوزته وقلت له كل حاجة حلوة من مراتي ومن مرات أبويا، ودلوقتي بسأل، بيقولوا بقول للناس يعني ينفع ما أكتبلوش من مراتك، منه مغلبني ويعني ما بيجنيش كتير، وعامل الرحم صورة الرحم ما بيجنيش كتير، ومشي ورا مراته وما يعني ومقسوم بها لوحده وما بيجنيش، وانا من ساعه ما اتجوز كده، وانا ايه بسال الناس يعني كده، قالوا لي حرام، مش عارفه حرام ولا حلال. معلش انا ما فهمتش السؤال كويس، انا هسال سؤال. ابن لا. حضرتك انت واخده بالك منه، بتقولي انا جوزته ورعيته وقمت بالواجب نحوه. وقلت له عدة يشتغل بها نابولياتي من مراسم مراسم. تمام. ولو قال لي، وبعد ده كله قال لي انت ما عملتليش حاجه. فدلوقتي وحضرتك والدته عندي حضرتك استسمح حضرتك، حضرتك والدته ولا زوجة الوالد؟ انا والدته. طيب امال ايه ان ما عملتليش حاجه دي؟ مش عارفه، هو قال لي كده ما عملتليش حاجه، والكلمه دي حزه فيا قوي. انا بشتي مراسه ابويا وجبت له عده يشتغل بها ويفتح بيت. عده النابولياتي بقى، النابولياتي هي اللي بيعملوا السرير والدربه دي. طيب عايزه منه ايه وهو مقصر فيه؟ انا مش عاوزه منه حاجه، اللي يطلع عليا، ومش عاوزه منه حاجه. انا الحمد لله ربنا يسترهم، ابويا ووالدتي سايبيني مستور، انا عاوزاه يطلع عليا ويقول لها ازيك يا النهارده، انت طيبه ولا عيانه ولا بك ايه؟ مش عاوزه منه حاجه ولا فلوس ولا اي حاجه، بس عاوزاه يطلع عليا. امال ايه اللي سالت؟
طيب ربنا يهدي يا رب. امال ايه اللي حضرتك فانا حضرتك عاوزه اقول لحضرتك ينفع ما اكتبلوش من ميراث ولا حرام؟ عايزه تحرميه ميراث ابويا حرام ولا حلال؟ عايزه تحرميه من ميراثك من ابوك. ينفع ولا ما ينفعش؟ اصل بسال الناس بيقولوا لي حرام لو حرمتيه من ميراثك من ميراث ابوك. طيب يا ست امه الله ربنا يهديه. استاذه امل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه امل. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله. معلش انا اسفه جدا يعني عندي ثلاث اسئله كده تقريبا. من غير اسف ولا حاجه حضرتك تأمريني. معلش انا اسفه بس يعني لو هطول على حضرتك. لا ابدا اتفضلي. إيه هم الثلاث اسئله يخصوا والدتي وهي نفسها ترتاح يعني في الموضوع ده. اول حاجه انا والدي الله يرحمه كان سايب ميراث يعني فاحنا اخونا الوحيد اتوفى الله يرحمه. طبعا احنا بنات فماما خافت ان نصيبها من الورث اخواتها هياخدوه كده واحنا بنات ملناش حد وده كله يعني شقى بابايا وتعب وهي ما ملهاش حاجه تخطها فهماني حضرتك. فهي تنزلت لنا باسمنا عن كل الميراث الاراضي والبيت والفلوس وكل ده قالت عشان انا لو مت في اي وقت اخواتي ما ياخدوش تعب باباك. الميراث اللي هو الحاجات اللي هي خدتها من الوالد من زوجها اللي هي ورثتها هي من الزوج يعني اديتكم نصيب اديتكم نصيبها في تركه زوجها. أيوة اللي هو والدكم. ايوه فدلوقتي رجعت تاني بتقول يكون حرام عليا والمفروض ان اخواتي كانوا يورثوني وكده فهي عايزه ترتاح من الناحيه دي بس يورثوها ما هي لسه عايشه. هي الميراث ده لا يقال الا لما الانسان ينتقل ربنا أيوة يبارك فيها. ايوه ما هي بقى هي اتنزلت عنه علينا عشان لكن هل هي كمان كل اللي عندها عملت التقسيم ده اتنزلت عنه ولا القدر بس اللي هي ورثته من زوجها؟ القدر اللي هي ورثته من زوجها تمام بس. هي قلقانه دلوقتي من هذا التصرف. لكن تمام. هي الفلوس الخاصه بيها وذهبها الخاص زي موجود ادت لهم منه قالت على حياه عيني عشان ما بقاش حرام عليا. هتدي مين؟ لاخواتها. تدي لاخواتها على حياه عينيها. طب وهل قالت عشان ما يبقاش حرام عليا ان انا مثلا اديت لاولادي ورثهم من ابوهم واخواتي ما يورثوش فيا حاجه. هي مالها متعجله على نفسها كده ليه؟ وهي بتخاف دايما تقول الله اعلم يعني ربنا يسترد امانته امتى وتدي ليه؟ ما هي ممكن الا لو هرد عليكي في الحكايه دي بس الانسان اللي عمال يوزع ده انا ممكن فجاه الانسان يحصل له ظرف يحتاج الفلوس اللي وزعها دي. فعلا فعلا والله يعني العقل يقول ايه انسان يعني انا لسه ما زلت في الدنيا والله اعلم مين اللي اجله اسبق من اجل الاخر حتى انه يلجا الى مثل هذه التصرفات اللي تحتاج الى كثير من الحكمه والهدوء والعقل. السؤال الثاني عشان الوقت يا ست امل انا معاك اتفضلي. تمام. ثاني حاجه خالي توفاه الله برضه الله يرحمه كان قايل وصيه لماما ولاده كانوا مقاطعينه هو كان منفصل عن مامته مع والد زوجته فولاده دايما كانوا يعني واخدين صف مامتهم وكده وكانوا مقاطعينه خالص مفيش اي علاقه بينه وبينهم بالعكس كان بيحصل له ازمات وكان بيلجأ لهم وهما ما كانوش بيروحوا له بالعكس كانوا بيدعوا عليه في وشه وكانوا بيكلموه كلام وحش جدا وكده. ف ومقاطعينه يعني عشان خاطر مامتهم. فهو قال وصى مامتي وقال له قال لها إيه على وصيه معينه يعني وان هي ما تديش حاجه لاولاده بعد ما يموت. حتى فلوسه كان سايبها مع ماما باسمها هي في البنك وكده. قال لها عشان لما اموت ما يتعملش الام وراثه وهم ياخدوا الفلوس. فهو اتوفى الله يرحمه. جينا كتير قعدوا قالوا لا ما ينفعش ده ورثه وشرع ربنا. الوالده بتسال التصرف ده سليم ولا لا؟ هي لا هي اتصرفت بالفعل بس انا حابه اقول لحضرتك عملت ايه بس سريعا؟ قسمت المبلغ قالت منه ارضي ربنا وودي لاولاده عشان شرع ربنا ميراثهم ونص المبلغ الثاني هعمل وصيته انفس وصيته زي ما هو وصاني عشان لما قابل ربنا ما يقوليش انت عملت نص المبلغ الثاني مين اللي خده؟ هي اللي خدته؟ لا ما اخدتوش هي نفذت وصيته وعملت اعمال خيريه وادت لناس محتاجين وكده دي وصيته والنص الثاني يعني عملت الوصيه خليكي معايا بس نفذت الوصيه ونفذت الورث نص للوصيه والنص الثاني اديته للاولاد. السؤال الثالث فهل ده تصرف صحيح ولا لا؟ تمام. السؤال الثالث بقى معلش اخر حاجه ماما برضو بعد بابا ما توفى الله يرحمه كان عندها كميه ذهب يعني كبيره قسمته علينا احنا كبنات بالحق يعني بالظبط اتبقى جزء صغير في يعني جزء من اخواتي الذهب ده بتاع مين يا بتاع ماما تمام. امال ايه بعد ما بابا توفاه الله ده حاجات يعني هي
لا لا، هي بتاعها هي مش ورث، بس هي قالت يعني انا خلاص ما عدتش عايزه حاجه من الدنيا، فايه خدوه اديتكو، انتوا. يبقى ملوش علاقة بفلوس بابا، لا ده ملوش حاجاتها علاقه هي، بال اه هي اه ده بتديكو ذهبها هي عطايا وهدايا على حياة عيني. هدايا. ايوه تمام هي تمام وزعته علينا، وبعد واتبقى جزء صغير احنا ما رضيناش ناخده، قلنا لها لازم يتبقى معاكي حاجه، ما ينفعش كده. فثلاثة من اخواتي قطعوها من غير سبب، وبصراحه يعني قسوا عليها جامد وحصل مشاكل كبيره، فهي تعبت جدا وغضبت عليهم قوي، ومن زعلها قوي عليهم منهم الجزء الباقي ادته الاثنين ليا انا واحده من اخواتي اللي كنا كويسين معاها وبنخدمها وكده، يعني حطيناها في عينينا، فقعدنا نقول لها لا، لدرجه ان احنا ما رضيناش ناخده. طيب خلاص يا راحت أمل، معلش عشان تمام، هي الوقت، أنا كتبت كده عليهم فهمت، بس تمام خلاص، أنا هي عموما فهمت. كتبت عليهم الاسم وقالت ده ليكو، فانا طيب بس وهي عايزة يعني خايفه تتأكدي التصرف ده مظبوط ولا لا؟ صح ولا لا. هو انا حاضر، اسفه جدا ان انا شكرا. طولت على لا لا حضرتك. أبدا، شكرا يا أمل. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. كل أنماط وألوان الذكر جائزة يا ست أم عبد الرحمن. بالنسبة لسؤالك عن كثرة الديون، هل هو بلاء؟ يعني هو نوع من البلاء، من أنواع الهموم اللي بتعمل هم عند الإنسان، لكن ما بقاش أنا عملت بإيدي الخطأ وبعدين أقعد أدور إنه ده بلاء ولا مش بلاء. على المسلم ألا يحمل نفسه فوق طاقته، واستفدنا ده من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما هو وارد في المناهي إنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى إنه الإنسان يحمل نفسه فوق ما لا يطيق. فعلى الإنسان يدرس أموره، مش إنه يكبل نفسه بألوان من الديون وعلى طول عمال على بطال يستلف دون ما أن يعقل الأوضاع المالية الحقيقية، وهل هو كما أراد إنه يأخذ المال من الغير على أن يرده، هل هو هيقدر يرجع الفلوس دي مرة تانية ولا مش هيقدر يرجعها؟ على المؤمن أن يعقل ما يصنع، أن يعقل ما يفعل، لازم أفكر كويس. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يفك الكرب. اللهم أمين يا رب العالمين. بالنسبة لأذكار الصباح، هل ممكن إنها تقولها بعد الشمس ما تطلع؟ نعم يجوز. قلنا هي ليها وقت، ان انا مثلا بصلي الفجر وبعد ما بصلي بقعد اقول الاذكار. انا افرضي انا صليت ومش قادره اقعد ودخلت اني انام وبعد كده صحيت، هقوم اجيب الذكر، لا مانع، فالذكر كله بركه وخير. انسان يواظب بس ما يتركش الذكر، لأن دي من المأمورات بالكثرة فيها، أن احنا نكثر من ذكر الله تعالى. حاضر يا ولاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى مبارك الذرية الطيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبك إياها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون ذرية طيبة صالحة موفقة، وأنها تكون من أهل القرآن الكريم حفظا وفهما وعملا وتلاوة وإقراء، ونسأله الإخلاص دوما لنا ولكم ولذرياتنا جميعا. اللهم الإخلاص، واجعلنا من عباده المخلصين المخلصين. اللهم أمين أجمعين يا رب العالمين. الأستاذ محمود كان حصل بينه وبين زوجته الجماع بعد ظنهم بانتهاء الدورة، فبعد هذا اللقاء الزوجي وجدوا بعض قطرات من الدم، فهو بيقول هل علينا اسم أم لا؟ غلبت الظن، انتوا غلب ظنكم ان هو العادي بتاعها ان هي 4 أيام، فبغلبت الظن اللي انتوا كنتوا فيها انها يرفع ذلك الاسم ان شاء الله تعالى، ما دامت دي العادة بتاعتها ان هي بتقعد في الغالب 4 أيام وبتنتهي، فظننتم من انتهائها ولكنها لم تنتهي بعد وخالفت العادة. وده أحيانا بيحصل أنه العادة أو الدورة الشهرية أو الحيضة قد يطول أو قد يقصر، تقدم أيامها تأخر أيامها وهكذا. فأنت بغلبة الظن والعادة بتاعت الزوجة أن هي ما بتتجاوزش 4 أيام إلا بتكون خلاص بعد 4 أيام انتهت، ولكن هي لم تنتهي.
فبغلبة الظن على انتهائها يرتفع الاسم إن شاء الله تعالى. لكن ننصح دائما السيدات بعدم العجلة، وإن أنا أتبين من ارتفاع الدم، وكل امرأة بتعرف ده بمنتهى يعني الأمور مش معقدة يعني، فقدر الطاقة إن هي بتحترز بإنها تتأكد من ارتفاع الدم، وبعد ذلك يتم الاغتسال والتطهر. وكما أمرنا القرآن الكريم يسألونك عن المحيض، اللي هو العادة يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى ده القاعدة بتاعتنا اللي بنتعلمها من الوحي الشريف القرآن الكريم. ولا مانع الإنسان يتوب ويستغفر، مما يعني مش لازم كل الإنسان لما يعني يلجأ إلى الله بالتوبة ويلجأ إلى الله بالاستغفار إنه عن ذنوب تعمد صنعها، لا، ده ممكن حاجات أكون لم أتعمدها أو كانت خطأ أو كانت بغلبة الظن، زي ما قلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة. الست أمة الله زعلانة من ابنها جدا، ابنها اللي ربته وكبرته ولكن بيميز الزوج عليها وسايبها وما بيطلش عليها وما بيسألش عنها، وبعدين هي دلوقتي عايزة تحرمه من الميراث. أما يكون عندي ابن شارد مش بيأدي حق البر، أول حاجة أدعيله بكثرة. الدعاء سلاح المؤمن كما علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، سلاح المؤمن، فلازم أتمسك بالسلاح ده، أدعي له بالهداية وبلين القلب وإن ربنا يصلح الأحوال. مش هبتدي على طول أدخل بقى في الانتقامات، لا، الدعاء. وبالنسبة لسؤال حضرتك، لا يجوز إن حضرتك تكتبي وصية بحرمان هذا الإبن من الميراث لاحقا، أو إنك توزعي بغرض إنك تحرميه. الإنسان يتصرف في ماله زي ما قلنا قبل كده، حال حياته ليس بقصد ظلم حد، كيفما شاء، لكن من غير قصد أنه يحرم حد. وأرجع تاني أؤكد أن حضرتك أنصح بالدعاء وأن ربنا يصلح حاله، ولا مانع لو حد عندنا في العيلة هو بيسمع له أتكلم معه وأقول لهم يعني أنا عارفة الحياة مشاغل وبتاع وكده، لكن أنا أمه المفروض يسأل عنها والمفروض يبرها، فكلموه، لا مانع، وإن شاء الله ربنا يهديه ويصلح حاله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يفوز ببرك يا رب، اللهم أمين. بالنسبة للأستاذة أمل ليها ثلاث أسئلة. أول سؤال، إن والدها يعني بعد ما توفي كان في ميراث لوالدتهم، الوالدة الميراث اللي أخدته من زوجها تنازلت عنه أو ادته وهي على قيد الحياة لبنتها، فهي بتقول هذا التصرف، هي قلقانة من التصرف ده. أنا جاتني فلوس وأنا معايا ولادي وأنا لا رغبة لي، ما عندي يعني عندي حاجات تانية أو مش محتاجة، أو أنا عايزة أبر أولادي، لا مانع، يعني يجوز للإنسان أنه يتصرف فيما يملك حال حياته عطاء وهبة، لكن برضو لا ينوي من أصل فعله حرمان أحد. والنية حكاية بقى تكون إن أنا بساعد إن دول بنات وأنا عايزة أديهم اللي يكفيهم إن هم يسألوا حد، اللي يقول لك يعني زي ما بيقولوا عندنا في مصر، يقول لك إيه، أنا بأمن مستقبل البنات، يعني هو عايز ما يخليهمش يعني يمد إيديهم لحد يحتاجوا لحد، حد يتحكم فيهم. طول ما أنا عايشة أنا عايزة بر بناتي دول، أنا حر من غير قصد إن يحرم حد. فكل ده من باب العطية والهبة مش الميراث، لأن هي موجودة، أنا بدي ولادي من الحاجة اللي عندي، قالت إلي بقى من أي من وظيفة معاش ميراث أي شيء، لكن الفعل ده عطية هبة مش ميراث، فلا شيء على الوالدة في ذلك. السؤال الثاني، إن خالها اللي ولاده كانوا عاقين طول حياته فأوصى إلى والدتها إن هي ما تديش ولاده أي حاجة، يعني تطلع الفلوس كلها يعني في الأعمال الخيرية. الوصية دي لو كانت موثقة مش هتنفذ إلا في حدود التلت، لو ليه وصية آخره التلت، ما زاد عن التلت لازم يكون بإجازة الورثة، ولا ينبغي حرمان أحد من حقه. هو عايز أنت في حدود التلت، أنت رايحة تتبرعي بالنص،
الشرع تلت، حدود التلت اتبرعي واعملي، وما زاد عن التلت لازم بموافقة الورثة. يبقى اللي باقي ده نديه للورثة، لأنه بقى بتاعهم بمجرد إنه توفي. وما تشاركيش في فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. أنا لقيت وصية جائرة هتضيع الحقوق وتضيع الفرائض اللي ربنا تركها والأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى نص عليها، يبقى أنا بعدل الدنيا في حدود بميزان الشرع. يا أستاذة أمل، يبقى سؤال إن شاء الله إن أحيانا رب العالمين الأسبوع المقبل نرد على السؤال الثالث. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم، وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.